أهلا بحضراتكم ومرحبا مشاهدينا الكرام، 8 مساء في القاهرة. مرحبا بك محمد طبط، أوقاتكم بكل الخير. هذه نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. خلال افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بالصعيد، الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الخدمات في قرية المرشدة بقنا ضمن مبادرة حياة كريمة. والتحالف العربي في اليمن يعلن عن عملية عسكرية واسعة ردا على استهداف الميليشيات الحوثية جنوب السعودية. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. قطاع الأعمال يؤكد نجاح المنظومة الجديدة لتداول القطن وتجاوز قيمة الأقطان المباعة 6 مليارات جنيه. تفاصيل 8 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برصد عدد المصانع غير المرخصة تمهيدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها ودمجها بالمنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة. كما وجه الرئيس بضرورة توفير مناطق تنموية خدمية على الطرق الجديدة لخدمة المواطنين مرتادي هذه الطرق. جاء ذلك خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى بعدد من محافظات صعيد مصر من مدينة قوس بمحافظة قنا، حيث أشار الرئيس إلى أن الدولة لديها خريطة بالمشروعات المطلوبة وحجم الطلب على المنتجات والخدمات. السلام عليكم، تفضلوا استراحة، تفضلوا. واقع جديد، هذا هو ملخص الحال في الصعيد بما يشهده من إنجازات ومشروعات قومية يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات أسبوع الصعيد. محافظة قنا هي ثاني محطات الزيارة، حيث شهد الرئيس السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس افتتاح عدد من المشروعات في عدد من المحافظات. وخلال افتتاح مجمع الأقصر الصناعي والمنطقة الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، شدد الرئيس السيسي على أهمية بناء نماذج صناعية وإنتاجية متكاملة قابلة للنجاح والتطور، مشيرا إلى أن الدولة لا تنتظر عوائد من إنشائها. أنا مش هقول إيه للمواطن اجري أنت خلص ورقك و... لا حاضر. أنا عايز أبقى موجود معاه لغاية لما حاضر. لأن أصل الحركة عقبال ما هتبدأ هتاخد وقت، يعني يبقى أنا النهاردة بقول له تعالى الحاجة بتاعتك أهي، وانت بالطريقه ديت ممكن تخش تاخد تمويل منخفض التكلفه، مش كده؟ مش كده؟ ايوه من للبنك، ثم بعد كده هنقول له طب احنا هنقدر نساعدك ازاي في انك انت تسوق منتجك. احنا ما عملناش كده صدقيني دكتور مصطفى، احنا مش هنقدر نحقق النجاح اللي احنا بنتمناه، لان هو انا هفترض ان هو عارف، لكن انا هبقى عارف اكتر منه بحكم ان انا شايف خريطه البلد والمطالب اللي موجوده ايه، سواء كانت مشروعات تتعمل او حجم الطلب عليها، لان ممكن اعمل مشروع وحجم الطلب فيه ما يبقاش كتير. ودعا الرئيس السيسي الحكومه لبذل مزيد من الجهد لتنفيذ المشروعات التنمويه، وطالبها بتقييم مدى نجاح المستثمرين ودعمهم لتحقيق النجاح. احنا قلنا هنعمل تقييم للي معمول. حتى لل 800,000 مشروع. حاضر. ونشوف احنا فين. حاضر. ونشوف كمان اللي هم المناطق الصناعيه اللي انتوا قلتوا عليهم دول. اللي بتترفق. يا ترى حجم المنشآت اللي اشتغلت فيها قد ايه؟ حاضر. مش كده يا فندم؟ حاضر. هنا بقى لازم يبقى في مسؤوليه مشتركه بيننا دكتور مصطفى كحكومه وبين المحافظ وهو حكومه برضه. بالظبط. عشان نقول ايه؟ خليك عينينا وودنا. وطالب الرئيس السيسي بتقنين المشروعات غير المرخصة ووضعها على المسار لتخرج من دائرة الاقتصاد غير الرسمية إلى نطاق الاقتصاد الرسمية. ومش من قانون الوضع عشان ناخد منه حاجة، وأنا بقولها لكل اللي بيسمعنا، اوعى تفتكروا إن البلد هدفها إنها تستجدي ضرائب، لا إحنا مش عايزين حد مننا يغلط. وفي كلمته قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن ما تم إنفاقه في محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية بلغ حوالي 13 مليار جنيه. في خلال 7 سنوات أنفق ما يقرب من 54 مليار جنيه
في برامج التنمية المحلية 47.3 مليار جنيه تم إنفاقهم بالفعل لغاية 30/6 و 6.3 يتم إنفاقهم لغاية 30/6 نهاية السنة المالية 22. بدورها قالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع إن الحكومة تسعى لتنمية الصعيد من كل المحاور، مؤكدة أن تلك المنطقة لم تعد مهملة. أنا اتكلمت على البداية اللي احنا المناطق العشرين منطقة اللي احنا بنستكمل الترفيق بتاعهم سواء مية، صرف، كهرباء، طاقة، اتصالات في محافظات الصعيد المختلفة. النسب بتتراوح ما بين 99% للانتهاء لنسب ممكن تكون خلال 49 أو 65% في محافظات سوهاج، وده إن شاء الله مخطط ليه وفقا للبرنامج بتاعنا للانتهاء من ترفيق كامل المناطق دي بنهاية 22. من جانبه استعرض المهندس كامل وزير استراتيجية الوزارة مؤكدا أنه تم تخصيص 1.7 تريليون جنيه في الفترة من يونيو عام 2014 وحتى يونيو عام 2024 لتنفيذ مشروعات في كافة قطاعات النقل، منها 600 مليار جنيه في صعيد مصر. في 2017 بدأنا ننفذ المحور تقريبا بحوالي 2 مليار جنيه، لأن سعر الحديد ارتفع ل 10500 وسعر الأسمنت ارتفع إلى 735. في 21 دلوقتي بننفذه تقريبا بحوالي 3 مليار جنيه، لأن الحديد تقريبا دلوقتي حوالي 15000 جنيه والأسمنت تقريبا تجاوز ال 1000 جنيه. وفي جولة ميدانية بمحافظة قنا افتتح الرئيس السيسي عددا من المحاور والطرق والجسور، وعلى رأسها محور قوس أو محور الشهيد باسم فكري الذي يربط شرق وغرب النيل، وهو ما يخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، كما تم افتتاح تطوير الطريق الصحراوي الغربي. بدوره طالب الرئيس السيسي بإنشاء خدمات ومناطق تنموية على جانبي الطريق، مؤكدا أن حجم الأعمال التي تتم في مصر ضخمة جدا وتتجاوز 6 تريليونات جنيه، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وطالبه بدور أكبر. هو سباق مع الزمن إذن تقوم به الدولة المصرية لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ليودع الصعيد عصورا من الإهمال والتهميش بعدما تشكل واقع جديد في جنباته، كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. محمود العزالي، التلفزيون المصري. بعد متابعة هذا التقرير عن الافتتاحات المهمة بصعيد مصر أناقش بعض تفاصيله مع دكتور وليد جاب الله، هو الخبير الاقتصادي. دكتور وليد أهلا بك وكل تحياتي. إذن الدولة تتجه بقوة إلى الصعيد اهتماما بقطاعات مختلفة تمثلت في مشروعات افتتحها الرئيس السيسي اليوم، كذلك الأسبوع الماضي، كذلك هناك افتتاحات لاحقة. كيف ترصد تطور اهتمام الدولة بصعيد مصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. واسمح لي في البداية أن الدولة المصرية حينما تنطلق إلى صعيد مصر فإنها أيضا تنطلق إلى تنمية سيناء، تنطلق أيضا إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي، تنطلق إلى تنمية الريف المصري في الوادي والدلتا في مبادرة حياة كريمة وغيرها. كل المدن المصرية فيها عمل، المدن الجديدة فيها عمل وتطوير ومناطق صناعية جديدة، هي تنمية كبرى لم تشهدها مصر من قبل. اليوم نحن أمام، أنا عايز ممكن النهاردة أقول عنوان، اسمح لي، أن اليوم نحن أمام 80,000 مهندس وفني بيعملوا. لم المشروعات النهاردة اللي تم افتتاحها اليوم 11 مشروع في مجال محاور النيل والطرق، بتعمل بها 125 شركة، من ضمنها 122 شركة قطاع خاص، تشغل 80,000 مهندس وفني وعامل. إذن نحن أمام دولة تخلق فرص العمل لمواطنيها. مواطنين اليوم الذين يعملوا في القطاع الخاص هم مواطنين اختاروا العمل الحقيقي في شركات القطاع الخاص،
وشركات القطاع الخاص ال 122 اللي في مشروعات النهارده اختاروا ان يعملوا واختاروا ان يتجاوبوا مع الحوافز والضمانات اللي بتقدمها الدوله، وهو ده الدور اللي مطلوب مننا كلنا احنا كمواطنين نشتغل في المشروعات، وكشركات قطاع خاص تبادر وان هي تتفاعل مع ما تقدمه الدوله من مشروعات وحوافز وضمانات. فكره التنسيق، يعني انا الحقيقه ما يعني كثيرا ما يلفتني انه الرئيس بيكون يعلم الأرقام أو يذكر الأرقام على وجه الدقة في قطاعات مختلفة، اهتمامه بالشكل الكمي والشكل الوصفي أيضا. فيما يتعلق بالشكل الوصفي، يمكن أحب أسأل حضرتك حول مسألة الاقتصاد البيئي، أن تكون طبيعة المشروعات في المستقبل، وهذا تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكون هذه المشروعات متسقة ومتفقة مع طبيعة البيئة والمحافظة واحتياجات وإمكانات المحافظات المختلفة. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هو نموذج يؤدي إلى التكامل في النهاية. يعني احنا بنقول لما بنقول مصر بتبني مصر المستقبل وجمهورية جديدة ودولة المستقبل، فانها تبنيها بمعايير المستقبل وليس بمعايير اليوم. الاشتراطات البيئية ده شيء مهم جدا، لان هي بتساعد على جذب التمويل، خصوصا التمويل الخارجي اللي بيكون له متطلبات في البيئة. وبالنسبة لمتطلباتنا هنا في مصر مهم جدا ان مصر تكون يتم بنائها على احدث طراز، بالتالي نحن ايضا لابد ان يكون لدينا مفهوم، ومفهوم مهم ان احنا نتطور. يعني انا عايز اتطرق ايضا الى فكره المصانع اللي تحدث عنها السيد الرئيس المتعلقه بالمصانع غير المرخصه. ما فيش حد ضد المصنع ابدا، لكن يجب ان احنا نساعد اصحاب المصانع. اكثر من 50,000 مصنع غير مرخص موجودين، ليه لا؟ لماذا لا ينضموا الى الرسميه؟ لماذا لا تكون المنتجات بتاعتهم الخاصه بهم مطابقه للبيئه ومطابقه للمواصفات؟ ده شيء مهم جدا ان الدوله المصريه تكسب. لا اتحدث فقط عن المواصفات والبيئه، لكن اتحدث عن الملائمه لطبيعه احتياجات وامكانات المحافظات يا دكتور. الاحتياجات احنا بنشوفها لما بنشوف، يعني على سبيل المثال لما بنشوف في دمياط تم التركيز على مدينة الأساس في دمياط لكونها ان هي بتلائم ذلك. في المحلة الكبرى هناك مصانع جديدة بيتم انشاء في مجال الغزل والنسيج، في يعني كل محافظة من المحافظات بيتم التركيز فيها على الخصوصية الخاصة بها زيادة الميزة النسبية المتعلقة بها. احنا لما بنشوف المجمع الصناعي في بورسعيد المساحات بالليل صغيرة، لو بينما في الاسكندرية المساحات كبيرة، في مدينة السادات مساحات متنوعة، في الصعيد ايضا بيكون هناك امور مناسبة للبيئة. لما بنقل حضرتك معايا بنروح لسينا وبنشوف البيوت البدوية اللي بيتم بنائها لأهلنا في سيناء المناسبة للبيئة، بالتأكيد المعايير البيئية ومطابقة المواصفات هي بتعزز من الميزة النسبية لكل منطقة. هذا يعني واضح وهذا مهم، وهذا هو يعني يمكن المجال المتكامل إذا أردنا أن ننظر إلى دولة جديدة والجمهورية الجديدة. شكرا جزيلا لك دكتور وليد جاب الله، هو الخبير الاقتصادي. هذا وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الخدمات بقرية المرجدة بقنا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد سيادته مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية ومكتبة حياة كريمة، فضلا عن تفقد وحدة طب الأسرة ووحدة إسعاف المرجدة. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد، إحنا باللي بنعمله هنا بنحاول نخلي الدولة كلها على نسق واحد بكل القطاعات. اللي هيكمل ده حياة كريمة. مشروعات التأمين الذهبي هنا بنسبة تركيز 100% من مجمع الخدمات ومجمع الخدمات الزراعية. تمام يا فندم. عميد أركان حرب أحمد رضا محمد، رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية. تم تكليف الشعبة يا فندم بالإشراف على مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا. بيشتغل معانا يا فندم 75 شركة وطنية، 5 منهم يا فندم قطاع أعمال و70 قطاع خاص، وتم الاعتماد طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم على الشركات من ابناء محافظه قنا باجمالي اعمالها يا فندم 14,000 فني وعامل ومهندس. المشروعات يا فندم اللي الهيئه الهندسيه بتشرف عليها عدد 722 مشروع في 9 قطاعات يا فندم: الصرف الصحي، المياه، الصحه،
الشباب والرياضة، المجمعات الزراعية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء، الطرق. في بعض مشروعات فندم بتنفذها الوزارات المعنية، وطبقا للخطة الزمنية فندم اللي تم التنسيق فيها مع جميع الوزارات المعنية، انتهاء المرحلة بالكامل مشروعاتها فندم 30/6/2022. مبنى مجمع خدمات المواطنين، تاريخ البدء 1/8/2021، نسبة التنفيذ 100%. خالد أبو لفة، موثق عام مؤسسة حياة كريمة. استاذ حضرتك فندم، اعرض على سيادتك ما تم قبل انشاء مجمع الخدمات. كنا سيادتك فندم الاول بنقعد مع المواطنين ونعمل حوارات مجتمعيه ونعرف ايه هي الحاجات اللي هم محتاجينها من خدمات. وهنا كمان فندم معانا مدير المركز التكنولوجي الاستاذ طارق، هيشرح فندم لسيادتك، ومن ابناء مركز الوقف قريه المرشده، خط السير داخل مجمع الخدمات. فندم طارق جبريل مصطفى، من اهالي من ابناء مركز الوقف. حضرتك شرفتنا وشرفت محافظه قنا بالكامل وشرفت قريه المرشده. طيب متعبين في الجحمة؟ أوامر فندم. متعبين مطلع للجبهة انتهى؟ مدخل فندم وفندم. ملازم أول محمد سعد إبراهيم، الضابط المشرف على تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية بقرية المرشدة ضمن مبادرة حياة كريمة. تم إنشاء المبنى فندم لخدمة 4 قرية زائد 59 تابع لإجمالي 55710 نسمة فندم. زي ما حضرتك عارف يمكن احنا المركز قايم على النشاط الزراعي بشكل كبير جدا، فده بيهدف ان شاء الله ان حته اهالينا هنا. المركز هنا بيتكون من مراجع دجوم وقريه وتزيد الحبوب والعبد وقريه الجلامينه. يمكن النشاط الاغلب والتفكير الاقتصادي اللي بيحصل في الفلاح ده هيخدم بشكل كبير جدا، بيساعد تشكيل مجمع الخدمات الزراعيه. طيب المركز ده من جنبه مشاهدين ولا هو لسه؟ في إطار يا فندم توجيهات سيادتك الاهتمام بمحور بناء الإنسان في المشروع القومي حياة كريمة، حرصنا مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع العديد من الجهات على إنشاء المكاتب الثقافية. مبادرة المكتبات الثقافية يا فندم بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومعانا يا فندم باشمهندس محمد صديق مسؤول عن الجانب الإنشائي، هيشرح لحضرتك. محمد صديق مسؤول عن الجانب الإنشائي، ده أول نموذج للمكتبات الثقافية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبين وزارة الثقافة. نتراسح في المساحه الخلفيه ان احنا نعمل مكان اوسع كمان. احنا مستهدفين ان شاء الله الفتره الجايه فندم ان احنا ننفذ 150 فرع في 20 محافظه جايين، عشان حتى ناهل شبابنا واطفالنا فندم بالمعرفه اللازمه لمعرفه الوعي للمجال فندم. شكرا لكم معانا. العفو فندم. العفو فندم. النهاردة يا فندم بنتشرف بزيارة سيادتك لوحدة صحة الأسرة بالمرشدة، أحد مشروعات مبادرة سيادتك حياة كريمة. الوحدة دي سيادتك بتخدم 11,000 نسمة من أهالي المرشدة. إحنا هنا في وحدة طب الأسرة بالمرشدة، واللي تم رفع كفائتها مؤخراً ضمن مبادرة معاليك حياة كريمة. الوحدة بتقدم خدمات الرعاية الأولية لأهالينا في المرشدة. لو اتحركنا من هنا معاليك هتقابلنا غرفة الإسعافات الأولية. لو اتحركنا من هنا يا فندم هننتقل إلى الصيدلية، وهنا معاليك بيتم صرف الأدوية الألبان للأطفال. سامح عبد الرحيم محمد، مؤسسة حياة كريمة. زي ما حضرتك شفت يا فندم تم رفع كفاءة الوحدة الصحية اللي بتخدم حوالي 11,000 نسمة. نقطة الإسعاف اللي تم اختيار موقعها عشان الحوادث اللي بتحصل على طريق الصحراوي الغربي، وعدد الوفيات بيزيد، فتم اختيار النقطة دي بالذات عشان نقلل عدد الوفيات اللي بتحصل لأهلينا في المرضى. وزي ما تعودنا من حضرتك إن تم تسليم المشروع قبل الميعاد المحدد ليه يا فندم. طبيب خالد يوسف عبد الله، مدير اسعاف نموذج محافظه قنا. طبعا هو جراج يتكون من سيارتين اسعاف، السيارتين جداد وفيهم اجهزه لكل علاج حالات كل الطوارئ والاصابات، من اول متوفر فيها الاكسجين زائد جهاز الضغط والسماعه وقياس السكر. وكمان يتضمن المكان غرفه استراحه للخدمات المعاونه المؤديه من المسعفين والسواقين، مجهزه ليهم كوسيله للاعاشه. طبعا فيها مكان اداري يا فندم. ان الاحلام لا تسقط بالتقادم،
إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. يعد كوبري البليان الجديد بمحافظة سوهاج الذي بلغت تكلفته 258 مليون جنيه أحد المشروعات التي تهدف الدولة من خلالها لتحديث شبكة الطرق والكباري بصعيد مصر لتسهيل حركة المرور وجذب الاستثمارات. نقلة نوعية كبيرة يشهدها صعيد مصر في مجالات مختلفة، فعلى صعيد تطوير وتحديث شبكات الطرق التي تهدف إلى تنمية وجذب الاستثمارات جنوب مصر، جاء كوبري البليان الجديد بعد إطلاقه للنور ضمن المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في صعيد مصر. البداية كانت في أغسطس الماضي حين تم إطلاق البدء التشغيلي التجريبي لكوبري البليان العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البليانة جنوب محافظة سوهاج، وهو المشروع الذي تم على عدة مراحل حيث يربط بين شرق وغرب مدينة البليانة أعلى طريق القاهرة أسوان الزراعي والسكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية بطول يصل إلى أكثر من 1834 متر وعرض يصل إلى 22 متر وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 258 مليون جنيه. المحور يشمل على عدد 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 متر لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية وعدد 6 فتحات معدنية. وتأتي أهمية المشروع في كونه يحقق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وربط مركز البليانة بالمحافظة، خاصة أن المحور الجديد ييسر الوصول إلى المناطق الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى كونه عاملا رئيسا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات بالصعيد، وهو ما يؤكد فكرة الدولة بتحقيق تنمية شاملة لمحافظات الصعيد. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. وفي إطار جهود الدولة لاستحداث محاور جديدة بصعيد مصر، تم افتتاح كوبري جرجا بمحافظة سوهاج لتخفيف الزحام ومنع التكدسات المرورية بالمحافظة، بالإضافة إلى منع حوادث السيارات أثناء عبور مزلقنات السكك الحديدية. ضمن خطة الدولة لتحقيق السيولة المرورية بمحافظات الصعيد ومنع التكدس والقضاء على الحوادث نتيجة عبور السيارات لمزلقنات السكك الحديدية، محور آخر بصعيد مصر افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل للتيسير على المواطنين، مما يعزز شبكة الطرق جنوب مصر ويدفع بزيادة حجم الاستثمارات. كوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد. المحور أقيم بطول يصل إلى 1.3 كيلو متر وعرض يصل إلى 6.5 أمتار، وبتكلفة إجمالية بلغت 76 مليون جنيه، حيث يربط بين 3 محاور بمدينة جرجا لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات. محاور متعددة تعمل الدولة على استحداثها ضمن منظومة متطورة للطرق، تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات ميسرة للمواطنين وتوفير طرق آمنة لهم، وترسخ لنهج جديد تنتهجه الدولة بالاهتمام لصعيد مصر. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. وللتعليق على عمليات تطوير محاور الصعيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف. دكتور، مساء الخير، أهلا بك. إذن هي بنية أساسية للوطن والمواطن، هذه هي فلسفة تطوير الطرق التي شهدت طفرة نوعية منذ عام 2014، ونشهد أيضا في إطار أسبوع الصعيد جهود للدولة لتوفير الحياة الكريمة. إذن المواطن هو الرقم الثابت في معادلة التغيير التي تشهدها مصر. إلى أي مدى ما نشهده من تطور يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة المواطنين خاصة في الصعيد؟ يعني خليني بالبداية أرحب بحضرتك وبمشاهدينك الكرام، ونقدم التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، ونقول كل سنة وحضرتك بكل خير وصحة وسعادة، وجيشنا العظيم وشرطتنا البسالة وإخواتنا الأقباط ومصر كلها بكل خير وصحة وسعادة. نيجي بعد كده ليه الجزئية اللي حضرتك تفضلت بيها. خلينا نقول ان العمل بيتم على قدم وساق في مجال النقل، وان اللي بتشهده مصر هي طفرة غير مسبوقة. تم العمل على 6 محاور منذ بداية تولي السيد الرئيس المسؤولية في 2014 من خلال خطة عشرية
كان مخطط ضخ حوالي 1.669 من 1000 تريليون جنيه مصري للعمل على 6 محاور في وقت واحد، منهم حوالي 434 مليار جنيه للعمل في الطرق، 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد، منهم حوالي 115 مليار جنيه لتطوير المواني، 15 مليار جنيه للمواني الجافة ومناطق الجثية، 3 مليار جنيه لتطوير النقل النهري، و837 مليار جنيه للنقل الأخضر بما فيه الجر الكهربائي ومترو الأنفاق. لما نيجي لمجال الطرق والمحاور اللي تمت بناء على توجيهات سيادة الرئيس بعمل محور كل 25 كيلومتر على نهر النيل لربط أقصى الغرب بأقصى الشرق وإيجاد منافذ لمناطق كانت متعطشة لمثل هذه المشروعات بفتح فرص عمل وإيجاد أماكن استثمارية كبيرة وتغيير البيئات الموجودة من خلال عمل مناطق صناعية ومناطق زراعية في أماكن كانت محتاجة لمثل هذه المشروعات، كان دايما الصعيد بيولد الهجرة الداخلية والمشاكل، وكان دايما المحافظات الأكثر احتياجا وكان بتحتاج لخطط إضافية لعمل صرف صحي، وكان دايما في عجز جديد في مثل هذه المحافظات. النهاردة أنا عندي مناطق كتيرة بدأت تبقى فيها مناطق صناعية سبقت مناطق مجاورة زي جبل بن علي عندي بني سويف وكوم أبو راضي وبدل العرب، النهاردة السيد الرئيس افتتحها فيها بعض الافتتاحات، سبقت جبل بن علي في الامارات، عندي بقى في مواني جافه ومناطق لوجستيه ودي ناتج طبيعي لوجود مثل هذه المحاور التنميه بعد ظهور مناطق صناعيه بقت موجوده عندي بمواني جافه في الفيوم في بني سويف في سوهاج في اسوان، ده ناتج لوجود مناطق صناعيه بقى في احتياج لده بعد تطوير مجرى نهر النيل والنقل النهري واحتياج لوجود مثل هذه المناطق اللوجستيه على نهر النيل. عندي بالنسبه للمحاور حضرتك عندي 11 تم الانتهاء من 11 محور وجاري تنفيذ دلوقتي 11 محور. النهارده السيد الرئيس افتتح محور كلبشه وعدلي منصور وصملوط وقوس كلهم في الصعيد، والمرحله الاولى في ديروت. خلينا نقول ان هذه المحاور العرضيه زي ما قلت حضرتك بتربط اقصى الغرب واقصى الشرق، فتحت اماكن وسهلت الوصول حتى الاماكن مطلوب الدخول فيها كاماكن سياحيه على سبيل المثال ولايه العصر وادي حيتان وادي الريان في الفيوم. نعم دكتور عبد الله، الى اي مدى ما يحدث من تطور على مستوى الطرق وايضا منظومه النقل واثره على التحسن الايجابي لموقع مصر على مؤشرات التنافسية العالميه وانعكاسه على جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وغير المباشره؟ يعني خلينا نقول ان مصر بشهادات عالميه كثيره دلوقتي بتحتل اماكن يعني متقدمه جدا، احنا تقدمنا 90 مركز في جوده الطرق مره واحده، ومصر مش راضيه برضو على هذا الموقع، بتحاول ان شاء الله ان هتوصل للعشر افضل 10 دول في جوده الطرق في 2024 باذن الله. اخذنا افضل مشروع نقل على مستوى العالم اللي هي المرحله الرابعه من الخط الثالث لمترو الانفاق، بقينا العضو الثاني في منظمه الملاحه البحريه الاي ام او، كل دي شهادات بتأكد ان احنا ماشيين على خط الطريق السليم. بقت مصر سوق كبيرة يعني لكبريات الشركات العالمية، وده ظهر بشكل كبير في مؤتمر النقل الذكي في دورته الرابعة اللي تم في مصر، ده كان من انجح المؤتمرات. كل شركات النقل العالمية سواء كانت في نقل البحري او نقل البري او نقل السكة الحديد كله كان بيتنافس على الدخول السوق المصرية. في تنوع كبير في مصر دلوقتي، بقت هي اللي بتختار تتعامل مع مين، في تنوع كمان في المصادر اللي بنتعامل معاها سواء كانت اسيا او روسيا او اوروبا او امريكا. في تنوع في المصادر اللي موجوده او اللي بنتعامل معاها. انا اشكرك دكتور عبد الله ابو خضر استاذ هندسه الطرق بجامعه بني سويف، كنت معنا عبر الهاتف. ومشاهدينا الكرام، هذه النشرة ما يزال فيها المزيد، نتابع بعد قليل. عودة أكثر من 10,000 جندي روسي إلى قواعدهم بعد تدريبات استمرت شهرا بالقرب من الحدود الأوكرانية. ومصرع 30 شخصا جراء غرق قوارب للمهاجرين قبالة إحدى الجزر اليونانية. أعلن التحالف العربي في اليمن عن عملية عسكرية واسعة النطاق في البلاد، جاء الإعلان بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم شنه المتمردون الحوثيون من اليمن على جنوب السعودية مساء أمس في هجوم هو الأكثر دموية منذ نحو 3 سنوات. يأتي التصعيد في وقت يشن فيه التحالف العربي غارات على صنعاء منذ نحو أسبوع مستهدفا مواقع للمتمردين بينها المطار، ويؤكد التحالف أنها تستخدم كمنصة لإطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة.
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم. ذكر شهود عيان أن جنودا سودانيين انتشروا بأعداد كبيرة وأغلقوا الطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل في السودان، ويطالب المحتجون بالحكم المدني خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة. في لبنان شدد البطريرك الماروني بشار الراعي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية العام المقبل. الراعي وصف هذه الانتخابات بأنها استحقاق دستوري واجب وضمان لحصول انتخابات رئاسية في مواعيدها، كما أنها فرصة للتغيير بصورة منظمة. كان البرلمان اللبناني قد صوت على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 من مارس المقبل، لكن الرئيس اللبناني قال إنه سيوقع مرسوما لإجرائها في شهر مايو. ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الجيش الروسي أن أكثر من 10,000 جندي روسي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهرا بالقرب من حدود أوكرانيا. قالت الوكالة إن التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا، منها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. وكان نشر روسيا عشرات الألاف من قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قد أثار مخاوف في كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن وهو ما نفته روسيا. ارتفع عدد ضحايا غرق 3 قوارب للمهاجرين قبالة جزيرة باروس اليونانية بوسط بحر إيجا إلى 30 قتيلا. هذا وسرعت السلطات اليونانية لإجراء بحث وإنقاذ شمال غرب جزيرة باروس، كما قام خفر سواحل بإرسال طائرات وسفن إلى المنطقة، حيث اعتقدوا أن 80 شخصا كانوا على متن آخر القوارب الغارقة، مضيفين أنه كان متجها إلى إيطاليا قادما من تركيا. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 279 مليون حالة، وسجلت أعداد الوفاة جراء الجائحة أكثر من 5,400,000 حالة وفاة. يأتي هذا في الوقت الذي انتشر فيه المتحور الجديد أوميكرون في 110 دول حول العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأشارت المنظمة إلى أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر بالمقارنة مع المتحور دلتا، مؤكدة أن معدل تضاعف حالة الإصابة يستغرق ما بين 2 وحتى 3 أيام، مع تأكيدات بحثية بأن سلالة المتحور أوميكرون أقل خطرا من دلتا. أشادت وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سفيرة نبيلة مكرم بمساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنهم جزء مهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان أبناء مصر في الخارج بين النجاحات والتحديات، حيث أشارت السفيرة نبيلة مكرم لجهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار رئاسي، وقالت إن الوزارة تقوم بإعداد ورشة عمل مطلع العام الجديد لتعزيز الاتصال والتواصل مع المصريين في الخارج. تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، ما أسفر خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7,184 قضية تموينية متنوعة وضبط 1,488 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 8,753 أرجيلة
إضافة إلى غلق 5736 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 56689 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9486 قضية تموينية متنوعة، من بينها 152 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 18662 اسطوانات بوتاجاز، وضبط 29 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 835431 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9305 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 2206 طن و773 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 247345 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4153 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 521 سائقا منهم. كما تم المرور على 213 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 949 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 8 سائقين. كما تم فحص 803 مركبة وتبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 280 سيارة و57 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 21836 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 336 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 80941 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 65,907,242 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 212 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 111 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة. كما تم ضبط 101 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 2150 نسخة ملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 36 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 128,481,429 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2197 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,523,284,000 جنيها،
قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,923,328 جنيها. إذن وصلنا إلى نقطة ومحطة الحصاد في نشرتنا هذه عن هذا العام المنصرم، فقطاع البيئة خلال 2021 شهد عديدا من الإنجازات، منها تطوير أكثر من 13 محمية طبيعية باعتبارها مصدرا للدخل القومي. 2021 شهد كذلك اختيار مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ العام المقبل، مما يعزز قوتها على المستوى العالمي. عشرون واحد وعشرون عاما للاستثمار الأخضر في مصر، شعار أطلقته وزارة البيئة هذا العام لما شهده من أحداث بيئية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث احتل ملف المخلفات بكل أنواعها السبق الأكبر في حجم الشكاوى، وجاءت المرتبة الثانية ملف الصرف الصحي ثم الترع وتلوث الهواء. وقد تعاملت وزارة البيئة باحترافية في مجال المخلفات، حيث شهد عام 2021 علامات فارقة في مسار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، من أهمها خروج أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر إلى النور بعد إصداره من السيد رئيس الجمهورية، والإعلان عن تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة المرحلة الثالثة. كما قامت الوزارة بتوفير فرص للقطاع الخاص وفرص استثمارية في كافة مراحل منظومة المخلفات سواء الجمع والنقل والتدوير. أما منظومة المخلفات الصلبة فقد تم إنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء بكفر الزيات. كما شهد عام 2021 إجراءات في التشبيك بين العاملين في الشركات العالمية لتجميع الزجاجات البلاستيكية لإعادة تدويرها، فضلا عن تخصيص 1200 فدان بمدينة العاشر من رمضان بهدف استيعاب كافة مخلفات محافظة القاهرة الكبرى لمدة 50 عام، لإنشاء مجمع متكامل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكلفة تصل إلى 375 مليون دولار. أما بالنسبة للحد من تلوث الهواء فقد قامت الوزارة باستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم حديثة لتتبع أماكن رصد المخلفات الزراعية وقش الرز من خلال فرق تفتيشية ومنتشرة بكافة أنحاء محافظات المنظومة الشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والقليوبية. الارتقاء بمنظومة النظافة في محافظات الجمهورية المختلفة هدف سعت إليه الوزارة، حيث قامت بدعم البنية التحتية للمنظومة بعدد 7 محطات وسيطة بمحافظات بني سويف والمنيا ودمياط والقليوبية، وتحويل مقالب عشوائية إلى محطة وسيطة بمركز منيا القمح في الشرقية. المحميات الطبيعية أحد أهم الملفات التي لاقت دعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفقا لأحدث النظم العالمية بتحسين البنية التحتية لعدد 13 محمية منتشرة بربوع مصر، حيث تم تطوير أماكن الزوار بمحمية رأس محمد ووادي الحيتان في الفيوم. هذا وقد تم إطلاق حملة إيكو إيجيبت كأول حملة للترويج للسياحة البيئية في مصر بهدف رفع الوعي البيئي للمواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها باعتبارها مصدرا هام من مصادر الدخل القومي في مصر.
سعت الوزارة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية سواء الداخلية أو الخارجية من أجل الحفاظ عليها، حيث قامت بتنفيذ برنامج جديد لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية للحياة البرية في مصر. نختتم عام 2021 باختيار مصر رسميا لاستضافة قمة المناخ والتي ستعقد بشرم الشيخ نوفمبر 2022 ليؤكد دور مصر الريادي على المستوى العالمي. والآن جولة في أخبار المال والأعمال مع شروق عماد الدين. أخبار المال والأعمال النشرة الثامنة، أهلا بحضراتكم. كشف تقرير تلقاه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة سير العمل بمنظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم الحالي أن الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن بلغت نحو 1,185,000 قنطار في 14 محافظة من إجمالي مساحة الأقطان المنزرعة البالغة 1,411,000 قنطار. قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية لديها خبرة تقترب من 200 عام في مجال تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف محي الدين أن مشروعات استثمارية يتم العمل عليها منذ عام 2014 في البنية الأساسية بين الطاقة والطرق والموانئ وغيرها من المشروعات الضخمة التي تسهم في توفير فرص عمل بعائد استثماري جيد. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط حرص الدولة على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وبمناسبة ختام ورشة عمل حول حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، قال الوزير إن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار على تخصيص 35 قطعة أرض في 20 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة. وأشارت الهيئة إلى أنه جرى تخصيص هذه الأراضي في كل من المدن في مقدمتها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. ومن جديد تعود شروق عماد الدين بعد الفاصل لكن لتعرض الأحوال الجوية والطقس. أهلا بحضراتكم مجددا. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس. عن القاهرة نلاحظ الأحد 11-18، الاثنين 11-18، الثلاثاء 11-18. وعن شرم الشيخ الأحد 16-22، الاثنين 15-23، الثلاثاء 15-23. وأخيرا مع محافظة الأقصر الأحد 8-21، 12-22، الثلاثاء 10-23.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. القاهرة 11-18، الإسكندرية 12-18، دمياط 11-18، بورسعيد 12-19، العريش 11-18، رفح 11-18، الإسماعيلية 11-19، السويس 11-19. مطروح 10-18، وادي النطرون 11-19، المنصورة 10-19، طنطا 11-19. دمنهور 11-19، سانت كاترين 1-13، الغردقة 14-21، شرم الشيخ 16-22، الفيوم 7-19، المنيا 7-19، أسيوط 7-19، سوهاج 8-19. قنا 28، الأقصر 8-21، الوادي الجديد 28، أسوان 10-22. حلايب 16-24، شلاتين 15-26، أبو رماد 15-25، وأخيرا رأس حضربة 16-24. ختم النشرة، ونذكركم بأهم ما عرضنا. خلال افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بالصعيد، رئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة. رئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الخدمات في قرية المرشدة بقنا ضمن مبادرة حياة كريمة. والتحالف العربي في اليمن يعلن عن عملية عسكرية واسعة ردا على استهداف الميليشيات الحوثية جنوب السعودية. ودائما المزيد عبر مسبيرو.eg. وتمتعوا بالصحة والسعادة وراحة البال إن شاء الله. إلى